بالنسبة لمسائل الملزمة الأخيرة بيها واي شخابيط وهوسة ومعرف شنو. احنا راح نحل الأمثلة اللي حلها معقول وحلها يعتمد فقط على السؤال، وراح نلقى أمثلة سنشوفها غريبة وأني بالنسبة لي تركتها وسنشوف ليش. أول سؤال اللي هو هذا، ايش يقول لي؟ A simple low pass filter is required to reduce the amplitude of 50 هرتز major من a DC signal. choose values of C and R. لما نقول لي choose values C and R يعني باعتبار دا اصمم له، يعني لما اصمم اكو فرضية to give a corner frequency of about 5 هرتز. زين، اصمم له فلتر عمود من هاي ال 50 هرتز اخذ بس 5 هرتز، اوكي، ولازم اختار قيم للسي وللار، للمتسعه وللمقاومه. زين، المتسعه نبدي نفرضها شقد مثل ما هو فارضها 10 مايكرو فاراد، اوكي. زين، القانون اف سي يساوي 1 على 2 باي سي ار، هاي مرات السعويه اذا تذكروها، وسطين طرفين انا اريد قيمه للار عمود افرض قيمه للسي وللار. الار راح يساوي لي 1 على 2 باي سي اف سي، الاف اللي هو مال ورا ما سوي عمليه فلتر ايش قد يريده 5 هرتز. اذا 1 على 2 باي السي اللي ايش قد افرضها في 10 مايكرو فاراد، يعني ايش قد في 10 اس ناقص 6 في الاف اللي هو ايش قد 5 اللي هو يريده 5 هرتز، اوكي. نا ورا ما سوي عملية رياضية راح تطلع لي الار ايش قد 3180 اوم. تذكروا احنا هنا بدنا نسوي تصميم، والمقاومة اللي 3180 اوم هاي صعبة نجدها. احنا لما بدنا نصمم يعني بدنا نجيب ذني مقاومات صغار ولازم نخليه نصمم بالدائرة مالتنا، ف 3180 هاي بصعوبة نجدها المقاومة. فاحنا شو راح نسوي؟ راح نغير بالمتسعة، نزيد من قيمتها على مود الار شوية نقللها، اوكي، لان بصعوبة يعني هاي المقاومة غير مقبولة لان كلش كبيرة وما نجدها، بصعوبة نجدها مقاومة كبيرة وممكن شنو ما تسوي عملية مرور التيار لان المقاومة هاي قيمتها كبيرة. فش راح نسوي؟ راح نعيد الفرضية مالتنا، هالمرة نفرض السي يساوي لي 100 مايكرو فاراد لان العلاقة بين السي والار هي عكسية، اذا زيدت السي يقل الار. نشوف هسه قد راح تطلع لي الار، ار راح يساوي 1 على 2 باي سي اف، اوكي. زين، 1 على 2 باي في السي هالمره ايش قد؟ 100 في 10 اس ناقص 6 في الاف اللي هو 5 نفسه اللي هو يريدها. هنا الار راح تطلع لي ايش قد؟ 318 اوم. زين، اني مقاومه 318 اوم، ها انتو خلوا بالكم قاعد نحكي على ذني مقاومات صغار اللي نشوفها بالمختبرات اللي نربطها اللي العام شفناها اكثر شيء بالمختبر كهربائيه. هذني مقاومات صغار، ماكو مقاومه 318، عندي مقاومه 300 330 260 هيك شيء، ما عندي يعني مقاومه 317 وهكذا. فهاي 318 اللي هي تكون اقرب شيء الى مقاومه 330، اني على حسب هنا احكي على المختبر مالتي، اوكي. بالمختبر مالتي ما عندي مقاومة 313، عندي 300 وعندي 330، فراح اخذ من ال 330، اوكي. زين، هسه اختاريت باعتبار قيم للسي وللار، السي هو ال 100 والمقاومة اللي راح اختارها 330 اوم. اذا الاف ايش قد هنا؟ ايش قد راح يطلع لي اذا اختاريت السي والار؟ يعني اذا اختاريت السي والار واخليه بالدائرة، ايش قد راح يطلع لي تردد ورا ما اسوي عملية فلترة؟ التردد اللي راح يطلع لي واحد، القانون التردد هو 1 على 2 باي سي ار، اوكي. 1 على 2 باي في السي اللي هي 100 في 10 اس ناقص 6 في الار اللي هاي اختاريتها 330. هنا انا ورا ما اسوي عمليه رياضيه الاف ايش قد راح يطلع لي؟ 4.82 هرتز اللي هو قيمه مقبوله صحيحه. ليش؟ يعني هي قريبه من الخمسه، هو رادها 5 بس احنا اذا نريد بعد قيم اضبط نغير بالمقاوم بالمتسعة ونختار بعد مقاومات افضل يطلع لي قيمة افضل للتردد. بس هو هذا صحيح، حال صحيح مضبوط. هذا بالنسبة لهذا المثال. المثال الوراء، هذا المثال ترك، لان هذا المثال انا بالنسبة لي تركته مو تركه،
يعني انتم كيفكم بعد؟ لان هذا المثال يعتمد على فيجر، فيجر يعني الحل مالته موجود فيجر بهذا الملزمة. وهذا القانون جربنا بوقتها بالامتحان هواية نطبقه، قام يطلع عني بيه اشكالات وهو وما اعرف ايش صار، تركناه. اوكي زين. example 8.4 calculate the effective input impedance. قانون ال effective input impedance هو شنو؟ ان عدد اللفات على البرايمري على عدد اللفات في السكندري لكل تربيع في ار، هاي بالنسبه للترانسفورمر الانبوت امبيدنس. اوكي هذا من المفروض احنا نعرفه من الشرح. نوقف نشوف الفيديو يعني بالشرح احنا شايفين هذا القانون. زين calculate the effective input impedance of an amplifier when its input which has an impedance of 1.5 كيلو اوم. اوكي اعطاني مقاومه شو اسمه ال input impedance الممانعة مالته مو المقاومة، ايش قد؟ 1.5 كيلو اوم. هاي ال input impedance انا شريد اريد ال effective input impedance. المهم نكمل. is fed from the secondary winding of a transformer which has 200 turns. secondary winding اللي راح اسميها ال N2 يساوي لي، خليني اكتبه هنا بورقة جديدة. الامبيدنس الثانية اياها الانبوت امبيدنس 1.5 كيلو اوم. زين ال N2 اللي هي السكندري وايندنج عدد لفات بالسكندري جيت 200. زين 200 تيرنز اوف فاير ان ذا برايمري اند 40، لا سوري دي يقول لي ذا سكندري وايندنج اوف ترانسفورمر which has 200 تيرنز اوف فاير ان ذا برايمري. 200 تيرنز اوف فاير in the primary يعني 200 لفة من الوايرات على primary، إذا هاي N1 اللي هي 200 and 40 in the secondary وال N2 يساوي لي 40، لأن قال لي 40 in the secondary يعني ال N2. قانون كلش بسيط، أقول له N1 على N2 الكل تربيع في R، هاي اللي يساوي لي شنو؟ ال effective input impedance. ال N1 اللي هي 200 على ال 40 الكل تربيع في الار ال 1.5 كيلو، راح يطلع لي ال effective input impedance هي 3.75 كيلو اوم، وانتهى حل السؤال. هذا الشيء بسيط، نكمل. هاي كلها راح اسوي فيديو واحد لان اشياء بسيطه واكو اشياء نتركها. هذا السؤال ممكن نقول له ونصفا عليه يقول له التجربه كيما. draw up a truth table of 3 input nor gate. يعني صار الجواب هنا النور، احنا نعرف المختلفات اقصد المتشابهات هي واحد والمختلفات هي صفر. يقول لي ارسم اكتب لي تروث تيبل مال 3 انبوت، يعني هذا يعني حتى بالتقنيه ما يجينا اي سؤال، كلش بسيط. هاي بوابه النور ما طول 3 انبوت يعني اي بي سي والاوتبوت هو اكس، ما اخلي الاحتمالات مالتي والمتشابهات اخلي واحد والمختلفات صفر، هذني كل المختلفات فكل اوتبوت مالته صفر وهذا المتشابه الوحيد فالاوتبوت مالته واحد. الإجابة هنا ما أعرف، نكمل. السؤال example 9.2 show the stages by which a 3-bit successive approximation analog digital converter with an analog span of 10 to 0 to 1 sorry 0 to 10 volts would convert 6.5 volt to binary solution with reference to figure 29. شوف هذا بالنسبة لي من التكتلين دي حال يعتمد على figure 29 for a 3 bit digital analog converter. خلينا نشوف figure 29 موجود، بلكي نفتي من عنده شيء لان انا اتذكر لما دورت عليه ما لقيته. هسه هذا 95، هذا الفيجر 94، هذا الفيجر 93. هو المشكلة هنا دي يحكي على مصدر، هذا فيجر 91 يعني فيجر 29 ما موجود، ونريد نحل هذا السؤال. وهنا بالمزه مخالين عليه اكس، فيمكن هذا السبب همين هم تركوه، فهذا بالنسبه لي انا تركته. مع العلم هو حل ممكن يكون سهل بس يعني لازم اعتمد على رسم. اوكي والمشكله الاستاذ بالنسبه لنا المسائي ما نعرف انه صباحي حلكم ولا لا، بالنسبه للاستاذ احنا مسائي ولا مثال حلينا. اوكي نكمل. السؤال 9.3 سهل. A digital system is to transmit an analog voltage and the system digital. لازم يعطيني فولتيه بالانالوج. الرينج من الصفر للعشرة فولت. اوكي يعني باعتبار دي حولي من ديجيتال الى انالوج.
calculate the number of discrete voltage levels it can recognize, and the minimum height of each step in the analog output. زين. يقول لي احسب لي عدد ال يعني شلون نقول مثل ما يقول لي احسب لي ايش قد الفولتيه الاكثر شيء ممكن يحسبها واحسب لي اقل فولتيه بكل ستيب اذا كان السيستم مالتي هو 7 بت ومره 8 بت اذا 7 بت احنا نعرف 7 بت هو يعني 2 اس 0 2 اس 1 2 اس 2 2 اس 3 2 اس 4 و2 اس 5 و2 اس 6 خلينا نقرب المزنة هذا 7 بت سيستم هذني الاحتمالات كلها كم احتمال تعطيني 127 فباعتبار هنا راح يقرا لي فولتيه لحد ال 127 اوكي لا مو 127 لان هنا اللي يقول لي adding the in the value 0 اللي هو الباينري 0 0 0 0 0 0 0 the system can recognize ال 128 levels of voltage يعني هنا لما هي 127 بس لما نضيف له الصفر راح يصير السيستم مالتي راح يتعرف على 128 مرحله من الفولتيه اوكي يعني عرفت شنو يعني مثلا فولتيه 5 فولتيه 10 فولتيه هلق فولتيه مو 10 بس هو يعني من 0 ل 10 يعني راح يتعرف مثلا على 1 وال2 وال3 وال3.5 وال2 هلق فعلى 128 مرحلة من الفولتيه اللي هي تكون من الريجن 0 لل 10 هاي بالنسبة لكم شو اسمه مرحلة يتعرف المينيمم هايت اوف ايتش ستيب القانون مالته ال 10 اللي هو اعلى رينج مالتي اقسمه على عدد شو اسمه الحالات مالتي اللي هي 127 اوكي هنا انا ضفت 128 اللي حسبت الصفر همين لان صفر همين ممكن يطلع لي فولتيه فخليته بس هنا 127 هو عدد الحالات في حاله ال 7 بت سيستم فاعلى قيمه اللي هي 10 فولت قسمتها على 127 راح يطلع لي 0.079 فولت هاي مينيمم هايت اوف ايتش ستيب اقل قيمه للفولتيه لكل ستيب من قصدي يا ستيب اللي هي ذن ال 127 اوكي فاول شيء حسبت له على عدد الليفلز الريكوجنايز ليفلز ممكن يتعرف له اللي هي 28 وحسبت له مينيمم هايت اقل فولتيه لكل ستيب اللي قسمت الرينج مالتي الماكسيمم على 10 على عدد الستيب يطلع لي 127 هاي في حاله ال 7 بت في حاله ال 8 بت هم انا شو اسوي 2 اس 0 زائد 2 اس 1 زائد 2 اس 2 زائد 2 اس 3 زائد 2 اس 4 زائد 2 اس 5 زائد 2 اس 6 هذا راح يطلع لي شقد لحظه 2 6 هكذا زائد زين لا سوري 2 للاس 0 زائد 2 للاس 1 من الزاد 2 للاس 1 زائد 2 للاس 2 زائد 2 للاس 3 زائد 2 للاس 4 زائد 2 للاس 5 زائد 2 للاس 6 شلون 127 ها 2 للاس 7 لا ننسى هاي 2 0 1 2 3 4 5 6 زائد 2 للاس 7 يعني انا شنو 8 بت من الصفر للسبعة زائد 2 للاس 7 255 يابا نقول له السيستم مالتي في حاله 8 بت سيستم راح يتعرف لي على 255 ليفل للفولتيه ونقول له المينيمم هايت ايش قد لا سوري مو 255 256 ليش لان ناخذ الصفر همينه وياه 255 واضافة الى 0 0 0 0 0 0 هذا من زائد 1 يعني باعتبار يطلع 256 اوكي هذا بالنسبه الى عدد الليفلات اللي ممكن تعرف عليها السيستم بس بالنسبه الى المينيمم هايت لكل ستيب انا الستيب ما تلقيت طلع ذني مالتين 255 فاقول 10 تقسيم 255 10 تقسيم 255 قد راح يطلع لي 0.39 اللي هو قد مستخدم 0.039 اللي هو قد 0.039 فولت فهي مينيمم هايت لكل ستيب اوكي زين
هذا المثال اللي وراها تركته ليش؟ يعني يعتمد على شنو؟ فيجر. هذني مطالب هسه لو تقراه كل هذا يعتمد على فيجر عمود استخرج التيار الفولتيه مال العلم، هو شيء كلش سهل. وانت هذني الامثله مال المزمه الاخيره، ها هي وداعا خلصت فيديوهات المكونات مال الكورس الثاني للامثله. باي باي.